تخيل تكون جالس لوحدك ومن حولك الدنيا طبيعية، بس بلحظة بتهاجمك الأفكار والمخاوف والظنون. فجأة بتصير موجود ومش موجود. جسدك صحيح حاضر، ولكن ذهنك مسافر، مسافر على مكان مزدحم بخيالات وأفكار، شايل هم شيء لسه ما صار ويمكن بعمره ما يصير. ومع هيك أنت بتكون خايف، متوتر وقلق. القلق شعور طبيعي، لكن ممكن يتحول لاضطراب يقلب حياتك رأساً على عقب ويحرمك من الاستمتاع بلحظات نجاحك وفرحك، بيحرمك من الحياة الطبيعية. اضطراب بيخلي عقلك غرقان بالأفكار السوداوية، قلبك مقبوض وكأنك عم تستنى مصيبة. القلق اللي رح نحكي عنه اليوم مش بس شعور، القلق هون هو اضطراب نفسي بيأثر على حوالي 30% من البالغين في مرحلة ما في حياتهم. إذا لقيت نفسك بين هاي الكلمات أو حسيت إنه في شخص تعرفه بعيش مع هذا الاضطراب، هاي الحلقة إلكم، لأنه بهاي الحلقة بدنا نتعرف على القلق شوي شوي، نصاحبه، نتقبله، ونتعلم الاستراتيجيات اللي ممكن تساعدنا نهزم آثاره السلبية. الأفكار اللي تجي في بالي لما أحس بالقلق، أحس إن أنا مو كفاية، أحتاج أهرب، أحتاج حياة مختلفة، فتنفسي يبدأ يصير صعب، كل ما أحاول أتنفس يصعب علي أكثر، أحس إني محدودة وأحس بالاختناق، وإن أنا مو سعيدة، إن أنا مو راضية عن نفسي، أحس بدوخة، أتذكر إن أنا موجودة وأن أنا هنا. كلنا نشعر بالقلق وهذا شعور طبيعي، ومش هيك بس، بل هو شعور صحي بيحتاجه الجسم لحماية نفسه من المخاطر المحتملة. لكن لما يصير شعور القلق مستمر أو مزمن، ويكون قلق بدون محفز أو بدون سبب واقعي، أو قلق ممكن يعيق الشخص عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، هون بكون ممكن يتحول لاضطراب نفسي محتاج علاج ومساعدة. كيف بكون شكل هذا الشعور بالقلق أو الأنكزايتي؟ خلينا نحكي عن أهم الأعراض. الشعور المستمر بالعصبية أو القلق أو التوتر، الشعور بالخطر الوشيك أو الذعر أو التشاؤم، الإصابة بزيادة معدلات ضربات القلب، التنفس السريع، التعرق والارتجاف، والشعور بالضعف أو التعب العام، وصعوبة في النوم أو آلام في المعدة، وأخيراً صعوبة في السيطرة على القلق. خلال إعداد حلقة اليوم لفتتنا مجموعة حقائق عن اضطراب القلق حابب أشاركها معكم. اضطراب القلق أو الأنكزايتي بيعاني منه 260 مليون شخص حول العالم. اضطرابات القلق هي أكثر الأمراض النفسية شيوعاً، بتصيب تقريباً 40 مليون شخص كل سنة. من العوامل اللي بتزيد نسبة الإصابة بالأنكزايتي هي الوراثة، الخلل في كيمياء الدماغ، اضطرابات الشخصية، وتجارب الحياة القاسية. ممكن تظهر اضطرابات القلق مع اضطرابات نفسية أخرى مثل نوبات الهلع، اضطراب الوسواس القهري، الرهاب الاجتماعي، اضطراب القلق الاجتماعي، كلهم مرتبطين ببعض وكلهم تحدثنا عنهم في حلقات سابقة. النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالأنكزايتي. اضطراب القلق ممكن علاجه بشكل كامل، ممكن للأشخاص المصابين فيه يستعيدوا حياتهم الطبيعية والصحية والسعيدة بمساعدة العلاج السلوكي أو الدوائي أو الاثنين سوا. وهاي هي قصة ضيفتنا اليوم مروة، قصتها ألهمت الآلاف من متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت مرة قلقة، ما كنت أقدر أتنفس وأخذ نفس عميق، كان يصير أسوأ مع الوقت لأن ما كان عندي أي شيء يساعدني، ما كنت أعرف أن عندي قلق، وهذا الشيء بعيد عنا، ما بيكون شيء في بيتنا في عائلتنا. احتجت أن أطيح على الأرض لأن ما كنت أقدر أتنفس، لأني حطيت الفيديو في اليوتيوب الأمور تقدر تتحسن وتسوء بشكل طبيعي، لكن دائماً هي صارت شيء أحط أولوية في حياتي، صحتي النفسية. مروة مساء الخير وشكراً أنك معنا اليوم. شكراً لكم لاستضافتي على هالبرنامج. متى بلشت معاناتك مع القلق؟ من أي عمر؟ أتوقع بدأت من عمر كنت في صف ثالث متوسط، يعني عمر 15 تقريباً. الأعراض اللي كانت عندي ما كانت تتكرر بشكل كبير،
فما أحسني صار عندي أعراض كبيرة إلا لما صار عمري 18 سنة. هل صار يصير أسوأ مع الوقت؟ أي كان يصير أسوأ مع الوقت لأن ما كان عندي أي شيء يساعدني، ما كنت أعرف إن عندي قلق، وما تشخصت إلا لما صار عمري 19 سنة ولما بدأت رحلتي في العلاج. طيب إيش اللي خلاكي تتوجهي للمساعدة، يعني تطلبي المساعدة الطبية؟ كان أول يوم جامعة صارت عندي نوبة قلق قوية بعد ما رجعت لشقتي اللي في أمريكا، وأمي وأبوي كانوا معي وكنت ما أقدر أتنفس، كنت مرة قلقة، ما كنت أقدر أتنفس وأخذ نفس عميق، وبديت أدوخ وحسيت إنه بيغمى علي. بعدين أمي ساعدتني، وكنت يعني لدرجة الدوخة أثرت في إنه احتجت إنه أطيح على الأرض لأنه ما كنت أقدر أتنفس. بعدين أمي ساعدتني أهدأ وأتنفس أحسن، وأبوي يتكلم معاي وساعدني إن أحصل الدعم اللي أحتاجه وإن أروح الطبيب. فكانت تجربة صعبة بس هي التجربة اللي خلتني أبدأ أهتم بصحتي النفسية. ولما توجهتي لمساعدة الاختصاصي، أي نوع من العلاج تلقيتي؟ أول شيء شيكو، يعني كان فيه اختبار جسدي، بعدها عطوني أرقام مختصات في علم النفس و اضطراب القلق في الجامعة نفسها، وكان ببلاش يعني الحمد لله، فكان متوفر في الجامعة حقي إن ناس يشخصوا لأمراض نفسية وثيرابيست موجودين. فبعد ما تشخصت بديت ثيرابي، وكنت أروح باستمرار يعني كل أسبوعين مرة، كل أسبوع مرة، لأني بغيت أفهم ليش تشخصت، مصدره، وإيش أقدر أسوي عشان أتحسن. وكيف أثر القلق على علاقتك مع أصدقائك، مع عائلتك ومحيطك؟ أثرت في إن بدأت محادثات بيننا مهمة قربتنا لبعض، لأن خلتنا نتكلم عن تجاربنا أكثر، وخلت كثير من أهلي وأصحابي يفهموني أكثر، وحصلت دعم منهم ساعدني أتحسن من المحيط الأوسع. لأن أنا قررت أتكلم قصتي في اليوتيوب، شفت إن في ناس كانوا يتعاملوا بنفس الموضوع وكانوا يحتاجوا مساعدة، فشفت إن الشيء لأني حطيت الفيديو في اليوتيوب شيء ساعدهم إنه يكون في شخص ثاني حس بنفس تجاربهم في بعض الأوقات. تعرف إنه أحياناً بمجتمعاتنا العربية الاضطرابات النفسية ومنها القلق يعني مرتبطة بوصمة عار، فهل مريتي بموقف تعرضتي له للتنمر أو اللوم؟ بعد ما حطيت الفيديو في اليوتيوب اللي شفت فيه ناس في الكومنتس يتكلموا، كانوا ينشروا معلومات خاطئة، كانوا يتكلموا عني كأنه شيء مو كبير والشيء يحتاج ما يحتاج إني أروح ثيرابي أو أحصل دعم من مختصين وكل هالأمور. وشفت إن في ناس في المحيط حقي اللي يعني في المدينة اللي كبرت فيها، وواجد ناس في العالم العربي بشكل عام، أو أهالي ما يفهمون إن كيف شخص يقدر يتشخص بمرض نفسي، وهذا الشيء بعيد عنا، ما بيكون شيء في بيتنا، في عائلتنا، في عوائل الموجودة في العرب. بس شخصياً ما يعني بشكل direct، ما مو بشكل مباشر تأثرت على تجربة حسستني بالعار أو أي شيء. الحمد لله أهلي دائماً كانوا يدعموني، فما في وقت أحد قال لي أحتاج أخفي إن فيني قلق، أو دائماً يعني سألوني أسئلة عشان يفهموا تجربتي أكثر. طيب إيش في نصيحة ممكن تعطيها لشخص بيعاني حالياً من القلق؟ أنصح إنه يسألوا المختصين والأطباء ويشوفوا ناس يقدروا يثقوا فيهم. أنصح إنه يكونوا لهم دائرة دعم، حتى لو شخص واحد عن بعد مثلاً. مهم إنه تحصل لك مساحة آمنة تقدر تعبر فيه عن نفسك أكثر، ومساحة تقدر تتعلم فيه عن نفسك أكثر. ومروة ختاماً، أنت كيف اليوم؟ وصفي لنا حالتك الآن.
الحمد لله أنا بخير، تحسنت بشكل كبير وتغيرت حياتي بشكل كبير لأني اشتغلت عليها. ما أتوقع كنت أقدر أتحسن بدون الـ support system اللي صار عندي، وإني طبعت الكلام فيه عن الصحة النفسية وعن الأمراض النفسية، والأمور اللي حولي تحسنت. وأدري إن مع الأمراض النفسية الأمور تقدر تتحسن وتسوء بشكل طبيعي، لكن دائما هي صارت شيء أحطه أولوية في حياتي، صحتي النفسية. مروة شكراً لك، تجربتك عن جد ملهمة، أنت إنسانة شجاعة والعالم العربي محتاج كثير من أمثالك لحتى نوصل بيوم من الأيام ليكون الحديث عن هاي الاضطرابات شيء عادي ونمسح وصمة العار اللي أحياناً مربوطة فيها، فشكراً لك. أتفق معك، شكرا لك وشكرا لاستضافتي على البرنامج، ممتنة لكم جدا. يمكن أول خطوة لنعالج هذا الاضطراب هو أنه نفهمه، فعشان هيك معنا اليوم الدكتور نزار الحجيلي. أهلا فيك دكتور نزار. مرسي. دكتور بدي أسألك أول شيء عن يعني هل كلنا معرضين للإصابة بالقلق أو اضطراب القلق بنفس النسبة، ولا في ناس معرضين أكثر من غيرهم؟ لا، في ناس أكيد معرضين مع نفسهم، بس الأسباب اللي بتحطك بوضع أنك تكون معرض أكثر من غيرك هي أكثر من سبب واحد، ولكن في كتير ناس بتصفرز بيعانوا من الانكزايتي ديسوردر أو أمراض اضطرابات القلق أكثر ما نحن منشخص. دجال مشخص يعني إنسان عنده بين الربع والثلث العالم عند بدأ من شي نهار بحياته تعمل اضطراب قلق، وفي كتير ما يقطعوا ما منعرف فيهم، وفي أكتر بعض ناس ما بتتعالج الموضوع. إيش بصير داخل الجسم اللي بيؤدي لحالات القلق المزمن؟ ردة الفعل الإنسان لما يشوف خطر، إن كان خوف إيمينينت، يعني أنت بدك تعمل شايف أكسيدار رح تفوت بالسيارة مثلا، أو حدا حتفرد براسك أو فرد ابنك، شيء خطر لهالدرجة يعني، أو أنت حاسس حالك رح تعمل جرحة وتموت، بيعمل ردة فعل سمباتيك سيستم، بيضرب. شو بيصير معك؟ بيجي عوارض اللي بسموها عوارض الإنكزايتي، اللي هي بتبلش نزل ننزل من راس طلوع، ما بيوصل كفايه دماغ على دم على المستوى الخفيف على دماغك، ما عاد فيك تركز. ليه ما فيك تركز؟ لانه انت بهالوضع مش وقتك تركز وتفكر، وقتك تهرب او تضرب. ببلش نشف تمك، ببلش يطرق قلبك. ليه؟ لانه قلبك بده يضخ دم على المناطق على العضل اللي بده يخليك او تهرب او تضرب. بصير نفسك سريع، بفوت الاكسجين وبكب السي او 2 كرمال يبعث الاكسجين على الصدر، ببلش تدعيك نفسك لانه انت مش وقت تهضم، يعني جسمك عم يبعث الانرجي على المناطق اللي تخلصك من خطر الطوارئ. بالضبط. بيجوا العوارض اللي هن عوارض هن طبيعيه بهالوضع، اما لما بصير اضطراب القلق شو مشكلته؟ انه لما تعمل هالردات الفعل لما ما في لزوم تعمل هالردات الفعل مش في مكانها، او اذا انت صرت خيفان من وضع بس ما رجع جسمك باراسمباتيك ما رجع طفى، صرت انت ردة الفعل تبعك عم تكون طويل كتير او زياده عن اللزوم بالنسبه للستيمولوس، يعني الوضع اللي انت فيه اللي عم يخلق لك هالخوف او هالقلق. خلينا نحكي شوي عن كيف الواحد يشخص القلق المرضي مقارنه بالقلق العادي اللي كلنا بنمر فيه. هلا القلق المرضي انكزايتي ديس اوردر عندك عده انواع، بنبلش بالموست كومن اللي هي سبيسيفيك فوبياز، يعني انه انت صار عندك خوف مثلا من الطيران، أو عندك خوف من السواقة على الأوتوستراد، أو عندك خوف من حكيم أسنان. لما تصير هالخوف أكتر من اللزوم. وإيش يعني أكتر من اللزوم؟ أكتر من اللزوم يعني أنه أنت مثلاً بتخاف من العلو. أوكي، إذا إجاك كبيتك بانجي جامبينج طبيعي تعمل بانيك أو تعمل انكزايتي رياكشن، بس إذا أنت ما تقبل تقعد على الطابق الخامس والسادس مع أنه آمنة، صارت ردة فعلك زيادة. عم بعطي مثل للناس تفهم علي شو عم بحكي، وبتطبق على كل شيء. يعني إذا أنت صرت تخاف تسوق سيارتك على الأوتوستراد وماشي 50 ونهار أحد على بكرة ما في حدا على الطريق، صارت ردة فعل تبعك، صار عندك فوبيا، هيدي زيادة. هيدي واحد. اثنين، العوارض عم تكون مزعجة. ثلاثة، عم تخلق عندك avoidance، يعني تجنب. تخلق لك avoidance من الشغلة، وبيطلع هيدا كله خصوص الavoidance بتأثر على الفانكشنينج تبعك، سلوكك اليومي. يعني صار معي قصه هلا عن جديد من جامعه الماضي، وصايره معي اول كنت ميديكال ستودنت بكندا، اتلتيك بيشنت رياضه وهيك بيعملوا ماراثون، مع انه قادرين يربحوا الماراثون وبيربحوا الماراثون، بس كل مره بيجوا رابعين. ليه؟
ما بده يطلع على البوديوم، لانه البوديوم الناس هتطلع عليك تعمل لك ردة فعل اضطرابية لانك بتخاف، عندك سوشيال انكزايتي، خوف اجتماعي. يعني عم تخسر ميداليات ومصاري وكل اشتغلت له لتوصل لهون. عم بعد examples بس للناس تفهم علي عن شو عم بحكي. يعني بدي نحكي شوي عن العلاج، لانه يعني في اكثر من طرق للعلاج، في غير دوائي ودوائي. ايش في طرق علاجيه غير دوائيه بتبداوا فيها؟ فينا نبلش مثل على طول بالطب عاده البريفنتيف اللي بننساه اوقات. يعني انت بدك تجرب تكون عندك لايف ستايل وحياه ما توصلك لتوصل لهون. انه بده يكون اكلك هيلثي، اون بروسيسد فود، هيلثي ايتينج. بدك تعمل سبور، لانه سبور هو بيفرز فيك الهرمونات والنيورو ترانسميترز الطبيعيه اللي هي بتحميك من انك ما عم نحكي سبور مره ومرتين. مثل ما انت بالقلب تعرف انه انت اذا تعمل 150 دقيقه قلب سريع سبور مزبوط بالجمعه كرمال تحمي قلبك ويضل الفلو ماشي بالارتريز، بذات الشيء بالمنتل هيلث. يعني انت كل هذا بيساعدك. اجتماعيات، شوف عالم، هيدا كله بيتوقع انك توصل لهون. اذا صار معك انزايتي ويوف بين دايجنوز، يعني شخصوك بمرض حسب قوت العوارض. يعني اذا انت عوارضك لدرجه انه ما عم بتنام بالليل وما عم تاكل ونزلت 10 كيلو وما انك قادر تقوم على شغلك وما قادر تركز على شغلك، ما عاد فيك تنطر تفوت بس بثيرابي، بدك تاخذ دواء. لان عندهم عوارض كثيره بخافوا من الدواء بلا ما يعرفوا انه هالدواء اكشلي امن، صح؟ واذا في له عوارض له حل، واذا اكسي وركس كيس سيناريو بنشيل الدواء وما انه خطر على المدى الطويل. بس انت اليوم بعصر عندك علاج لامراض نفسانيه، بدل ما تشوفها كشغله بوزيتيف الناس بتخاف منها وبتفكر بالادمان. يعني في كثير ستيغما ورونج بري كونسيفد ايديشنز، يعني او بليفز اباوت ات. سو الدواء له دور، خصوصا اذا انت منك قادر تو فانكشن وعوارض كثير صعبه. والعلاج النفساني او اذا انت كان مرضك بقوه متوسط، يعني مودريت سيفيريتي، صير انت تعرف تسيطر على حالك وتفهم حالك اكثر على المدى الطويل. يعني وبيخفف العوارض، لانه بيشتغلوا كمان على النيوروبلاستيسيتي، يعني السايكولوجيكال ثيرابي بتغير مناطق بالدماغ بطريقه صحيه، منه انه بس لانه ما في دواء، مش قصد يعني مثل الدواء شوي. لا، الشخص اللي عم بمر بنوبه قلق، ايش في اشياء ممكن يعملها بوقت النوبه بتقلل من القلق؟ اي، اول شغله اذا انت حسوب عملت نوبه هلعه بانيك اتاك او عامل كثير انكزايتي، في تكنيكس سمبل بيخلوك يعني فيزيولوجي، يعني بالأبحاث فهمنا شفنا أنا بتشتغل، يعني جربت ومنها قديم يعني من الستينات، بتخليك تخلي السيمباتيتك سيستم يروق والباراسيمباتيتك سيستم يعلى. منها الأبدومينال بريزنج، شغلة كتير مهمة. الأبدومينال بريزنج هي إن أنت عم تتنفس من معدتك، و it's a technique where you inspire from the nose. It has to be abdominal، لأنه الأبدومينال بريزنج is a relaxed state. لما أنت تكون عم تعمل سبور، يكون أنت بصير التوراس الأكسسوري مصل حول الصدر يشتغلوا اكثر، ذكرك عم تتنفس من سو ابدومينال بريذنج. انت وقت تكون نايم بالليل الديافراغم عم بيطلع، انت يور دوينج ابدومينال بريذنج. سو بدك تعود لها، يعني بتحط لها تكنيك بتتنفس يو اكسباير، يعني بتطلع الهواء دبل ات ليست دبل ذا تايم، عرفت علي؟ وافري تايم يو ريلاكس ان اريا اوف يور بودي وان يور برين يو ريلاكس يور سيلف. اف يو دو ذس 3 4 5 مينيتس 3 4 تايمز ا داي، ات كيپس يور باراس، ات هيلپس يور باراسيمباثيتك سيستم and calms down your sympathetic system, sending signals to the brain. عندك المصل ريلاكسيشن تكنيكس اللي هي بتشد العضل كل منطقه بالدماغ، فيك تعمله على يوتيوب، يعني في حدا مش دوري انت تعملها، بيروقك، بتصير تعملها بروجريسيفلي. هي كمان اذا بتعملها بطريقه متواظبه برجع بعيد سبور وتلتهي ديستراكشن هيلبس ا لوت. يعني يو هاف تو ستي ديستراكتد كيز ذات هيلبس ا لوت انتو. في تكنيكات بعلمك اياهم السايكولوجيست ان اوردر تو ايز انكزايتي. يعني دكتور نزار شكرا كثير على وقتك. ميرسي حبيبي، خلي لي اياك. اضطراب القلق ممكن يخليك تشعر بالخجل، ممكن يخليك تشعر بأنك ضعيف ومش قادر تتحكم بنفسك ومشاعرك. بس انتبه، ما تخلي هاي المشاعر تسيطر عليك. ليش؟ لأنه أنت مش هيك. باللحظة اللي تفهم حالك وبتفهم مشاعرك وأسباب السلوك تبعك، راح تحس هون بقوتك وراح تستعيد ثقتك بنفسك، لأنك مش ضعيف، أنت بس عندك مرض، مرض نفسي ممكن تتعامل معه مثل أي مرض آخر. لأنه الأنكزايتي ممكن يكون مثل الزكام، أحياناً بده علاج تتناوله لمدة معينة يكون قصير المدى بعدين بتصير أحسن، وأوقات ثانية بكون شيء مستمر ومزمن مثل السكري بتعيش وبتتعايش معه طول حياتك. لكن تقدر تسيطر عليه بالأسلوب الحياة الصحي والأدوية والعلاجات الصحيحة. بكل الأحوال ما تخجل وواجه نفسك وواجه العالم
وما تخجل انك تحكي انا عندي انكزايتي، ومن بعدها بتكون خطيت اول خطوه بمشوار العلاج. في كثير من الاشخاص ما بياخذوا الاضطراب بالجديه الكافيه، وهذا الشيء بصعب على المريض مرحله التعافي او التعايش مع القلق. لهيك خلونا نحكي بشوية خطوات ممكن تساعد فيها كأهل أو أصدقاء أو محيط للشخص المصاب بالقلق. كون مستمع جيد، فانصت لمخاوفه وعرض المساعدة وبدون ما تطلق عليه أحكام. شجعه على البحث لحتى يلاقي اختصاصي نفسي مناسب أو مجموعة دعم يشارك فيها أفكاره. ساعده على التحكم بالتوتر، فشجعوا على المشاركة بالأنشطة اللي بتخفف من التوتر مثل التمارين الرياضية، التأمل، تمارين التنفس وما إلى ذلك. كن صبور، فالتعافي من اضطرابات القلق بياخذ وقت، لهيك استمر بدعمك قدر الإمكان وثقف نفسك. هاي النصيحة اللي بتتكرر بكل حلقاتنا مهمة جدا، لأنه لما تفهم الحالة اللي بمر فيها المريض أنت بتكون قادر أنك تعطيه مساعدة وتتقبل مشاعره أكثر. كن إيجابي وشجع الشخص المصاب بالقلق على التركيز على الجوانب الإيجابية من حياته، وشجعه يشارك الأنشطة اللي بتخليه أسعد. تذكر أنه كل شخص عنده تجربة مختلفة مع اضطراب القلق، لهيك حتى لو كانت عندك تجربتك الخاصة ما تحاول تطبقها على قريبك أو صديقك المصاب بالقلق، فاحترم تجربته هو ومشاعره الخاصة فيه. كلمة الأخيرة للمصاب بالقلق، اضطراباتنا النفسية أحياناً بتكون انعكاس لتجارب عشناها بالماضي بطفولتنا أو مراهقتنا. يمكن يكون الموقف انتهى بحد ذاته، لكن اللي بيعلق في داخلنا بيبقى مثل القنبلة الموقوتة، مع أول أزمة أو أول مشكلة بنواجهها تنفجر بوجهنا. لهيك العلاج السلوكي المعرفي والتحدث مع أخصائي نفسي بخلينا قادرين نتلاقى مع الأحداث اللي صارت بحياتنا قبل، ونعيدها ونراجعها لنفهمها ونقدر نتخطاها. في نهاية الحلقة خلوني ألخص لكم أهم نصائح وتيبس لتتخلصوا من الأفكار اللي بتيجي مع القلق. أول إشي، مارس تمارين التنفس والتأمل يومياً كل صباح إذا بتقدر. اشغل نفسك بالأنشطة الصحية مثل الرياضة، خلي نفسك محاط بأشخاص إيجابيين ومرحين، ابحث عن مجموعة دعم، وإذا ما في بمدينتك مجموعات دعم اصنع أنت وحدة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. إذا شعرت بأنه أفكارك القلقة عم بتسيطر عليك، اتحدث عنها بصوت عالي مع الناس اللي بتوثق فيهم. التدوين والكتابة أو حتى الرسم علاج بخليك قادر تواجه أفكارك بينك وبين حالك بأي لغة وبأي أسلوب، فأكتب مشاعرك وعبر عنها بنفسك ورح تخفف من قلقك. ما تسمح للقلق يخليك تعيش نصف تجربة أو نصف سعادة أو نصف حياة. سيطر على أفكارك وصحي نفسك واختار التغيير، لأنك أنت وحدك القادر على مساعدة نفسك. الاضطراب النفسي مش عيب، لكن العيب هو أنه نتجاهله ونعذب النفس بمعاندة العلاج. تعالوا نرسم من قلب الضغوط نسخة أفضل عن أنفسنا، لأننا نستحق الأفضل ونستحق نعيش بسلام نفسي.